العربية متخصص في اللغة العربية. فهذه الشرف أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة الدين الإسلامي. اسمح لي ضيفنا صحيح أيضا دونه لكن بالعبدك مش ضيف يعني. لا لا أنا هاي قبل في النقد أنا كلام. نعم 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 يعني من مفاجأة بي حقيقة في عندي في عدة جلسات يعني مع المهتمين والشارسين والمتعلمين والمتخصصين يعني اسمح لي فاستعبير بهذا الإلمام بموضوع المشكلة أو القضية الأمازيغية. القضية الأمازيغية يعني من يقول بأن القذافي جعلنا نتحدث باللغة الأمازيغية تأثر عدم وجود اللغة الأمازيغية والاعتناء بها تأثر. تأتي في بداية الستينات أو حتى في الخمسينات وهذا طبعاً حتى في بداية الدولة الملكية وكذا الكلمات التي كانت موجودة لو جمعنا كلمات الأمازيغية الموجودة في قاموس فنجد اختلاف كبير جداً بين الكلمات المتداولة في سنة 60 و70 وبين الكلمات الأمازيغية المتداولة الآن. ما سببها؟ سببها ليس التقصير من 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 السكان أو من الأمازيغ نفسه ومن الناطق لا من الظروف هذه تختلف ظروف سياسية ظروف اجتماعية ظروف الاختلاط بالأجناس الأخرى كذا. إحنا الاختلاط بالأجناس الأخرى لسبب آخر غير موجود يعني غير الأمازيغ هذا غير موجود. في أسباب تانية من الأسباب السياسية هي اللي أثر. فعندما تقول أثر بالفعل في تأثير كبير جدا ولكن أنا في اتجاه مخالف. أنا سبقا عرضت يعني في حضور كل علماء ليبيا حضور الشيخ صادق الغرياني الدكتور غيث الفاخري كل علماء ليبيا الشرعيين فبصفتي كمدير وقف طرحت عليهم السؤال هل هناك مانع شرعي يحكم فينا شرع الله سبحانه وتعالى؟ قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء هذا اللي يحكم فيه. هل هناك مانع شرعي من أن ينص على اللغة العربية في الدستور؟ من يقول بأن عندما ننص على اللغة العربية على اللغة الأمازيغية في الدستور تضرب اللغة العربية فالواقع يكذب ذلك جميعا. الواقع يكذب الفتوحات الإسلامية دخلت إلى ليبيا من العصر من القرن الأول نهاية القرن الأول الهجري من بداية القرن في القرن الأول الهجري ولم تتأثر اللغة العربية بل نبغ علماء. أول كتاب يدرس في اللغة العربية أول كتاب يدرس في اللغة العربية هي التحفة السنية لابن آج الروم هو أمازيغي من الجزائر من سراج. علماء يعني علماء في اللغة العربية من عجم يعني لا نقصها على من أعاجم. فاللغة العربية لا تتأثر بالأعاجم اللغة العربية هي التي تؤثر في الأعاجم الصحيح. فالخوف على اللغة العربية تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها والله لن يؤثر فيها لو تكلم بها العالم بالكامل. تكلم الأمازيغي اللغة العربية ستبقى محفوظة كما ذكرت إلى يوم القيامة إلى يوم الدين. أما اللغة الأمازيغية تتأثر من الظروف واحد الظروف التي تؤثر في اللغة العربية هذا الوضع الذي نراه الآن. من مانع وحقيقة أحيي حسب معلوماتي الشخصية أحيي أعضاء المجلس المؤتمر الوطني لمدينة مصراتة بمعلوماتي أنهم مساندين لهذه لمطالب تعديل المادة 30 يعني أخذنا هم من المساندين لهذه القضية ومساندتهم ليست مجاملة وإنما هي إحقاق للحق حتى يعني المطالبات نحن في الموضوع هذا ما هيش حتى من باب يعني من درء المفاسد يكفي ما اتهامات اقفال الغاز وكذا لأسباب اقفل الشباب الغاز حتى في مليتا وفي في الجبل لم يقفلوا الغاز من اجل مرتبات لم يقفلوا الغاز من اجل مناصب او وكلاء وزارات او اي شيء او قطعه ارض اقفلوا الغاز من اجل شيء لن يتمتعوا به هم حنا خلاص معاش انا الاول معاش نقدر نتعلمها لا ولم يقفلوا الغاز معاش نقدر نتعلمها لكن نتعلمها ولدي فيعني المطالبه بتنصيصها في الدستور ليس لتهميش اللغه العربيه، اللغه العربيه سوف ندافع عنها نحن. في من يدافع عنها الامازيغ والعرب بالكامل يدافع عن اللغه العربيه لانها لغه القران. والله اني ندافع عليها لانها لغه القران، ولكن الامازيغيه تدستر ما المانع؟ ما الضير؟ هذا التخوف يعني سامحوني في التعبير تخوف من عامه الليبيين يرجع لسببين. والسبب الأول يعني سامحوني ونقول مؤمن به هو التقصير من الأمازيغ أنفسهم في بيان الصورة المقصود مكسرة وكذا. والشيء الثاني
عدم اهتمام غير الأمازيغ بهذه القضية، كأنها قضية ثانوية. الآن لما صار فيها قفل الغاز بدأت الحلقات للتلفزيونات وبدأت كذا وبدأت كذا، لأن فيها قفل الغاز وفيها كذا. أرجو يعني هذا الغرض المقصود باللغة العربية محفوظة، هذا مطلب يعتبر مطلب أساسي، كما يعني توا بندير وثيقة وتضامن مع بين أهالي زوارة ومصرات ونوقع عليها، أيضا زوارة ومجلس متمثل في مجلس محلي وقع وثيقة وتضامن مع المجلس أعلى الأمازيغ، وإن اختلفنا معه في بعض الأشياء، ولكن في الموضوع هذا عند اتفاق مع المجلس أعلى الأمازيغ بالكامل على هذا الموضوع، وسيرين في هذا النهج، فرجوا أن يكون الضغط في الإيجاب. هذا الموضوع يعني هذا تبيض وصح الصورة هذه.